الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 39، كتاب الآداب، وفيه 10 أبواب. والآداب الوقتي في اللغة العصرية يسموها الإتيكيت، في اللغة المعاصرة يعني بيقول لك إيه الإتيكيت في الطعام، يعني أداب الطعام. الإتيكيت في مقابلة الضيوف، يعني أداب مقابلة الضيف. الإتيكيت عند اللبس وعند الشرب وعند يسموه الإيه الإتيكيت، اللي هو عند علماء المسلمين الآداب، فهم أول من علم الناس الآداب، وأول من أدب الناس هو نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء من قبل، لكن هو خير من أدب الناس، حتى أنهم تعجبوا من أدبه، فقال أدبني ربي فأحسن الآداب، فلا تتعجب صلى الله عليه وسلم. والصوفي هو الذي يراعي الآداب مع صحة الأعمال، يعني يعمل العمل صحيح بالأدب، مع الأدب. ومن زادك في الأدب زادك في التصوف، وكلما زدت في التصوف زدت في التحقق، وكنت قريبا من الولاية. وعلماء التصوف يقولون اجعل أدبك دقيق وعلمك ملحا. أما غير الصوفي فيجعل علمه دقيقا، يجعل علمه ملحا وأدبه، يعني يجعل علمه يجعله ملحا، ويجعل إيه يجعل علمه دقيقا وأدبه ملحا، يعني يبقى ملح، يجعل يعني يعكس، يعني المفروض تكثر من الأدب مع قليل من العلم، يبقى لك حجة عند الله، يبقى عملك حجة عند الله. أما العكس، أن تكثر من العلم مع قلة الأدب فيصير العلم حجة عليك. ومذهب الوهابية قائم على الجهل لا العلم مع عدم الأدب. تصور بقى، شوف بعده قد ايه، يعني حتى ما حصلوش المذهب القائم على العلم بدون ادب، ده بالمهم مذهب قائم على الجهل بدون ادب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وآل مذهبهم الى قتل المسلمين، منذ ان ظهر هذا المذهب اللعين والذي رباه في بلاد المسلمين اليهود، كما ان عبد الله بن سابق كان من وراء قتل سيدنا عثمان. ففي العصر الحديث اليهود وراء هذا المذهب الوهابي، منذ أن ظهر لم يقتل كافر بيد وهابي، بل لم يقتلوا إلا المسلمين. هات وهابي واحد قتل كافر منذ أن نشأ هذا المذهب اللعين، هم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. أتحداهم يجيبوا لي واحد قتل كافرا من الوهابي، أتحداهم، لا يوجد. لكن قتلوا عشرات الالوف ايام بدايه انشاء الدوله او المملكه السعوديه. وانظر الى تاريخ نجد، كتاب مطبوع، اقرا تاريخ نجد، قتلوا 30,000 حاج محرم لانهم مشركين، قتلوا مفتي مكة ومفتي المدينة، استحلوا النساء وجعلوا نساء المسلمين الحرائر سبايا وملك يمين، وتركوا الأطفال في الطرقات بلا أمهات، الرضع حتى ماتوا من الجوع والعطش. انظر إلى تاريخ نجد،
في القرن في 1840 1830 هجريا، قبل ان يولد حتى جدك. ثم بعد ذلك انظر ماذا يحدث في داعش وفي العراق وفي الموصل وفي الشام وفي ليبيا، حتى انه الموتى لم يسلموا منهم، حتى الموتى في قبورهم لم يسلموا منهم، يريدون ان يعادوا الموتى حتى يصلوا الى تفجير قبر النبي، وهذا هو منتهى مراد اليهود. فهم يريدون ان يفجروا قبل النبي اصلا، وهذا منتهى مراد اليهود. فالوهابيه الان يفجرون قبر الانبياء والصالحين تمهيدا للوصول، وهيهات هيهات ان يصل. ثم بعد ذلك يفتون بوجوب هدم الكعبة، كما أفتوا قبل ذلك بوجوب هدم القبة الخضراء. فهذا المذهب اللعين اليهودي الوهابي الذي يتمذهبه السلفية، إياك إياك أن تغتر به، لأنه لا يقوم على العلم أصلا ولا على الأدب، بل يقوم على الجهل والكفر بحقيقة الإسلام. فهم يعبدون ربا جسما، ويكفرون المسلمون، ويعتقدون أن نبيهم قد مات. فهيهات هيهات أن يقتربوا منا أصلا ليكونوا منا، بل هم تبرؤوا مما نحن عليه من دين قويم حنيف يقوم على الرحمة والمواساة وعلى العلم وعلى الإكثار من الأدب. ولذا يقول علماء الصوفية: اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا، يصلح فيكون خبزا يأكله الناس ويستفيد. أما أن تجعل علمك دقيقا، أما أن تجعل علمك دقيقا وأدبك ملحا، يكون شيء ماسخ، عمل ماسخ لا روح له. تلاقيه يصلي يحقر احدكم صلاته بجوار صلاته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل، يقولون من قول خير البريه وهم ابعد الناس عن الحق كما يخبر صلى الله عليه وسلم. فاياكم اياكم من هؤلاء المجرمين الذين عادوا الاحياء وعادوا الاموات في ان واحد، وعادوا الاولياء، ومن عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، ونهايتهم على ايدي بعضهم البعض كما أخبر نبينا، حتى يوقع الله بينهم الفرقة فيختصمون ويقتتلون، ثم يؤتي الله الحق من شاء من عباده. ونحن شايفين سلفية مصر كفروا داعش، وداعش كفرته، والاثنين مذهبهم واحد العقائدي، كفروا بعض، ومجموعات في داعش تكفر بتوع الأقصى، نصرة الأقصى وجبهة النصر، وغيرهم بعضهم يكفر بعضهم البعض. فالحمد لله الذي سوف يخرجنا من بينهم سالمين، ولكن إياكم إياكم أن تغتروا بهذا الجهل. لا يقال عليه علم، ما يقولونه لا يقال عليه علم، خرف خرف، لا يفهم الأحاديث ولا يفهم الآيات، ولكن يلتحون ويلبسون الثياب القصيرة ويقفون مثل ثوب ذي الخويصرة التميمي الذي كان وقال النبي: اعدل فإنك لم تعدل، كان ثوبه عند منتصف ساقي، وكان ذي علامة عليهم. تجد الواحد منهم لبس الثوب بتاعه عند منتصف ساقي، ولحيته طويلة، وعقله مملوء بالجهل، ووجهه متجهم، ويخرج القرآن من فمه كأنه متفجرات وليست هدايه ولا انوار. فاياكم اياكم، اذا وجدته يصلي اول ما يقف يصلي كانه وقف يصارع، الله اكبر، ثم يفتح قدميه كذا مصارع صوم هو، ويعتبر ان هذا هو العلم. اي علم من هذا؟ اي فقيه قال ذلك الا جاهل مثله؟ فهذا الكتاب ابعد الناس عنه هم الوهابيه. وإن كان الإمام مسلم كتب كتاب الآداب وجاء فيه 10 أبواب، ثم بعد ذلك ذكر آداب قبل ذلك في الأشربة، وآداب في الأطعمة، وآداب في الثياب، فكل ديننا يقوم على الأدب أصلا.
باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 800 بعد 700. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وابن أبي عمر قال أبو كريب أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا واللفظ له قال حدثنا مروان يعني ياني الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. اختلف العلماء في فهم هذا الحديث، فهموا الشافعية أنه ينهى عنه مطلقا، والمالكية قالوا في حال حياة النبي فقط، أما بعد حال حياة النبي فلا بأس. وذهب بعض العلماء إلى كراهة ذلك، وبعض الآخر إلى حرمة ذلك، أن النهي هنا للتحريم، والبعض قال هو كراهة التنزيل، وأنه حكمه مستمر النهي عنه حتى بعد وفاته، إلا أن الكراهة تنزيهية. يعني فيها حوالي 5 مذاهب المسألة. وذهب سيدنا عمر بن الخطاب إلى كراهة التسمية حتى باسم محمد مخافة أن يسب الإنسان الذي اسمه محمد. كان اسمه ابن اسمه عبد، كان سمى محمد، سيدنا عمر سمى ابنه عبد الرحمن الأول سماه محمد، فسمع شخصا يسبه فقال والله أراك أن تجعل اسم نبيك يسب، أنت الآن عبد الرحمن ولست محمد، فغير اسمه. فأخذوا العلماء على أنه من تسمى بمحمد، وبعض العلماء قالوا لا تتسموا حتى بأسماء الأنبياء إلى هذه الدرجة مخافة أن يسب إنسان ويكون اسمه شريف، ولكن الذي عليه عمل الأمة التسمي بأسماء الأنبياء لا بأس، وعليه عمل الأمة كافة، ولكن يبدو أن التسمي بأسماء الأنبياء في الأمة ليراعي الإنسان الأدب في التعامل مع الناس. فإذا جاءك إنسان باسم نبي وأذاك فعليك أن تحترم لسانك ولا تسب احتراما لاسمه. وكأن شيوع أسماء الأنبياء في وسط المسلمين حتى يشيع الأدب في التعاملات، فإذا أساء إليك إنسان اسمه محمد عليك أن تقزم غيظك وألا تسبه احتراما للاسم حتى لا تكون سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء، لأن نبيك لم يكن كذلك. فشيوع أسماء الأنبياء في وسط الأمة حتى يشيع الأدب في التعاملات والصبر على خطأ الناس وعدم شيوع السباب واحترام ما مدلولات الأسماء، سواء كانت هذه المدلولات تدل على أنبياء أو صالحين، فعلينا أن نراعي ذلك. وعنه به قال حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان قال أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله أنه سمعه منهما 44 يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأنه أفضل ما يصل الإنسان إليه من مقامه ومقام التحقق بالعبودية الحق، فعبد الله وعبد الرحمن فيها مراد رب العباد من العباد، وهو تحقيق العبودية، وهي أيضا أسماء للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن اسمه عبد الله بنص القرآن، فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يهدون عليه لبدا في سورة الجن، فلما قام عبد الله يدعوه هذا اسم النبي بلفظ عبد الله، فعبد الله من أسماء نبينا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا الضمير عبده، الضمير الهاء تضع مكانه 99 اسم من أسماء الله،
فيكون كلها اسماء نبيك. يبقى تقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القدوس، عبد المعين، كلها اسماء نبيك صلى الله عليه وسلم، لانه هو العبد الحق وهو المراد من رب العباد، وهو المثال الذي به يحتذى والذي منه يستمد. وعن ابي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال عثمان حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قوم لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا، فقال لي قوم لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. وهذا على الحقيقة كمان وليس على الصفة فقط، فالنبي هو الذي جعله الله قاسما للعباد، فما من رزق ينزل لعبد وما من رزق ينزل للأكوان من رب العباد خلقا وإيجادا إلا ويمر على الروحانية المحمدية فتقسمه على مراد الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فروحانية النبي قاسمة، والله يخلق ما يشاء ويختار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا قاسم والله يعطي. وانظر إلى قاسم ويعطي، قاسم جاء باسم الفاعل التي لا تعلق لها بالزمان، حيث أنه قاسم حقيقته هكذا في الماضي والحاضر والمستقبل، لأنه اسم الفاعل لا يدل على زمان بل يشمل كل الأزمنة الماضي والحاضر والمستقبل. والله يعطي أي يدل على التجديد، فالله يمدني حتى أكون قاسما في الماضي والحاضر والمستقبل، دوام الإمداد، فجاء بالفعل المضارع، فدوام الإمداد من الله حتى يتحقق بالقسمة للأكوان في الماضي والحاضر والمستقبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من مخلوق يرزق ولا من حيوان يأكل أو يشرب وما من نبات ينمو وما من شيء يتحرك أو ساكن أو متحرك يسكن إلا وكان هو سبب مدده بهذه الأشياء من الله عز وجل، لأن الأشياء لا تصلح أن تستمد من الله مباشرة، فكانت روحانية النبي برزخا يمر منها الخلق من الله حتى يظهر في مجال الأكوان، فلا بد من البرزخية المحمدية لظهور الأكوان ولإمداد الأكوان. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية. فالعناية والرعاية، العناية مدد ألوهي هداية لأمته أمة الإجابة فوق مدده بالرعاية التي هي مدد ربوبي يشمل الخلق أجمعين، حتى لا يخرج إبليس إلا ويستمد عن طريق النبي، لأنه من خلق الله من العوالم، إبليس نفسه من العوالم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بحقيقة هذا النبي المكرم المعظم الذي ليس كمثله مخلوق. ودليلك على ذلك من التشهد، كما يقول سيدنا جلال الدين الرومي. سيدنا جلال الدين الرومي يثبت أن النبي قاسم لكل خير من التشهد. الله قال للنبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فالسلام كله جاء عليه فأخذه وقسمه، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالنبي يأخذ السلام كله ثم يقسمه بعد ذلك، وكلنا يقرأ التشهد وكلنا لا يدرك هذا المعنى. وعن أبي قال حدثنا هناد بن السري
قال حدثنا عبثر عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستأمره، يعني تأخذ رأيه. قال فأتاه فقال إنه ولد لي غلام فسميته برسول الله وإن قومي أبوا أن يكنوني به حتى تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. هيقولوا له يا أبو محمد، يا أبو محمد والنبي محمد، فهمت إزاي؟ يقول لا كده هتبقى مشكلة. فراحوا يستأذنوا النبي فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وعن أبي قال حدثنا رفاعة ابن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكر فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. وفي رواية أبي بكر ولا تكتنوا. وعن أبي قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد وقال إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن سالم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حاء قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا محمد يعني بن جعفر حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة عن حسين حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان كلهم عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شمي قال حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثهم من قبل. وفي حديث النضر عن شعبة قال وزاد فيه حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت قاسما أقسم بينكم وقال سليمان فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. والقسم التي يقوم بها النبي يقوم بروحانيته ولا بجسده؟ الموت يترى على الجسد والروحانية مستمرة قبل ظهور الجسد وبعد دفن الجسد، فالجسد لا يقسم أصلا، الجسد لا يتحرك إلا بالروح حتى في حال الدنيا. فالإنسان أنت بروحك لا بالجسم إنسان. فالقسمة متعلقة بالروحانية المحمدية التي كانت موجودة حتى قبل ظهور الجسد المحمدي. أما بدعة تخصيص ذلك في حال دنيا دون أخرى فقد جعلوا القسمة تقوم بالجسد، والحقيقة أن الجسد لا يتحرك إلا بالروح. هو الجسد بيتحرك إلا بالروح؟ طيب والروح دي يطرأ عليها موت؟ يبقى غباوة وهابية ان يعتقد ان هذا في حال حياة النبي دونه، تبقى غباوة. لان الذي يحرك الجسد هو الروح، والروح لا يطرأ عليه موت، فكيف تعلق هذا بالجسد في الحال الدنيوي اذا كان الموت لا يطرأ الا على الجسد والروح لا يطرأ عليها موت اصلا وكانت موجودة قبل ظهور الجسد؟ روح الانسان كانت موجودة قبل ظهور الجسد منذ ان خلق الله الارواح فهي موجودة، ولكن في اي صورة ما شاء ركبك. في عالم الذر لك صورة، في عالم الارحام لك صورة، في عالم الاصلاب لك صورة، في عالم الطفولة لك صورة،
في وقت البرزخ لك صورة، وقت البعث والنشور لك صورة، ولكن روحانيتك واحدة لا تتعدد، الصور هي التي تتعدد فقط والروح واحدة. فجهل الوهابية الذين يقولون أن هذا خاص بحال حياتي دون حال وفاته، اعتقدوا أن الموت يطرأ على الروح والجسد معا، وهذا على غير اعتقاد المسلمين بل هذا اعتقاد الكفار. يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. أما عند المسلمين فالموت لا يطرأ إلا على الجسد فقط، والجسد بعد خروج الروح منه يسمى جثة يجب دفنها، أما الروح فمنطلقة حيث شاء الله، وما زالت ترزق وما زالت تمد وما زال لها وجود في الأكوان وما زال لها تأثر وتأثير، لأن التأثر والتأثير في حال الدنيا يكون بالروحانية أصلا، أما الجسد فمظهر كالثوب الذي ألبسه لا دخل له بروحي أصلا، ممكن أخلعه في أي وقت ألبس ثوب غيره وأنا أنا لم أتغير. فالجسد في الدنيا كالثوب الذي تلبسه وتخلعه وتلبس ثوبا غيره، حتى تدرك جهل الوهابية. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن سفيان قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أسم ابنك عبد الرحمن. وعن أبي قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثل حديث ابن عيينة غير أنه لم يذكر ولا ننعمك عينا. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال عمرو عن أبي هريرة ولم يقل سمعت. وعنه أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى العنزي واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. ونقف على هذا الباب ونريد فقط أن نكمل معنى آخر متعلق، احنا بنقول ان الروح حتى بعد الوفاة ما زالت لها تأثير في الأكوان، وهم يعتقدون خلاف ذلك الوهابية الجهلة، بدليل حديث الإسراء والمعراج. سيدنا موسى ألم يكن مات؟ ولكن أفاد أمة النبي بأنه جعل الصلاة من 50 لـ5، أليس له أثر في الأكوان؟ وروحانيته ميتة، مات جسده ولكن روحانيته ما زالت حية. سيدنا إبراهيم مات قبل موسى وأخبرنا بغراس الجنة وأرسل إلينا سلاما فرددنا عليه السلام في كل صلاة، يبقى ليست لها أثر في الأكوان وفي التشريع؟ روحانية الأنبياء ليست لها أثر في التشريع وفي الوحي وقد ماتوا؟ حتى تعلم أن الروحانية بعد الوفاة لها أثر في الأكوان خلافا لما عليه الوهابية الجهلة. قد يقول بعضهم يقول هذا خاص بالأنبياء أما الأولياء فلا، نقول لك ما زلت جاهلا بالقرآن، وكان أبوهما صالح في سورة الكهف، ألم يكن صلاح أبيهم ولم يكن أصلا نبيا ولا حتى ربما كان وليا، صالح فقط وليس ولم يكن حتى وليا. صلاح هذا الجد كان سببا في حفظ أموال أحفاد أحفاده، وقيل الجد السابع يعني مات منذ 7 قرون وما زالت روحانيته تحفظ أحفاده
بعد سنوات طويلة ولم يكن نبيا. فهم يقرؤون القرآن لا يفهمون، ويقرؤون الأحاديث لا يفهمون، ثم بعد ذلك يقررون جهلا على أنه علم، ويخيل ذلك على العوام. فإياكم إياكم، فإن الله إذا أعطى الروح مدد لا يسلبه أبدا إن كانت روح شريفة، لأن الله كريم، إذا أعطى لا يسلب، إذا كانت الروح شريفة لا يسلبها ما أعطاها، سواء ماتت أو لم تمت، سواء كانت مريضة أو صحيحة، سواء كانت جائعة أو شبعانة، سواء كانت نائمة أو يقظانة، فالله إذا أعطى لا يسلب إن كانت أرواح شريفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرف أرواحنا، وأن يشرفنا بأرواح الأنبياء والأولياء، وأن ينفعنا بهم في حال حياتهم وفي حال وفاتهم، فإن الوفاة لا تطرأ إلا على الجسد، والروح باقية ببقاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.